صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، فاز والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وجليل خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديث الليلة تحت عنوان: الشيطان عدو لا ولي. في البداية نريد أن ننطلق من بداية القصة، قصة العلاقة بيننا وبين الشيطان. يقول تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فالمسألة والعلاقة ارتسمت من أول يوم حينما خلق الله آدم وأمر الملائكة بالسجود. قال تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الآن بدأت العلاقة تتضح من خلال ما كان بين إبليس وبين أبينا آدم وأمنا حواء. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان. إذن الشيطان في الرسمة القرآنية مترصد، لا يريد الخير لآدم ولا لحواء ولا لذريتهما، فأخرجهما مما كانا فيه. فكل طاعة للشيطان هي ضرر على من يطيع. قال تعالى في آية أخرى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه. فهو حاسد لنا،
هو الآن متكبر يرى نفسه أفضل من آدم ومن ذرية آدم. خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. لما طرد طلب طلبا، هذا الطلب لا يرتبط بمصلحته هو بل بمضرة أبناء آدم. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني. الله ما أغوى إبليس، لكنه لما تكبر وكله إلى نفسه، ومن يكله الله إلى نفسه لن يجد هديا، لأن الهدي من الله ووجدك ضالا فهدى، فالهداية من الله. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الصراط اللي أمرنا أن نسلكه تارة يكون آمنا، ما في خداع، ما في شخص يترصد ليصدك عن الطريق الصحيح، وتارة يبقى شخص يترصد لك، فإن أطعته في الإرشاد إلى الطريق سيأخذك إلى غير الجادة. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم أمام ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. إذن هو محيط بنا، يريد لنا أن نسلك ما سلك، ولا تجد أكثرهم شاكرين، بسبب ما سأصنع بهم لن يشكروك. هذه العين نعمة، لن يشكروك بالطاعة بها، سأخذهم إلى النظر المحرم. وقس على ذلك بقية الأعضاء. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم، وين المصير؟ لأملأن جهنم منكم أجمعين. الآية اللي بدينا بها المجلس، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن كل أوامره وكل تسويفاته ووسوسته ليأخذنا إلى أن نكون من أصحاب جهنم، من أصحاب السعير. في آية أخرى، الآية الأخرى أيضا ترسم لنا بعض أدواره. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال ربي بما أغويتني لأزينن. شوف الآن، هناك قال يقعد على الصراط، هناك قال يحيط بنا أمامنا وخلفنا ويمين وشمال، لكن وش دوره؟ هل هو متسلط بحيث لا نقدر عليه؟ دوره فقط التزيين. يأتي يقول لك لا تفوتك النظرة، طالع تستانس، لا يفوتك هالعشاء، لا تقول حرام، لا يفوتك الغناء، تستانس تكيف أعصابك تهدئها. هذا الشيطان. فالله يقول في هالآية قال ربي بما أغويتني، هناك لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هنا لأزينن لهم في الأرض، ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن القرآن يقول زين، بس زين ما يقدر علينا. لهذا إذا مجرد تزين تقدر ما تصدق. الحين تطالع دعاية إعلان تجاري، أنت أصلع وخلوا لك شامبو لحطه كان يطلع شعر، أنت تدري أن هذا غش، تضحك يقول أما لا أشتري، مجنون، يقصوا علينا. ليش؟ لأنك نظرت إليهم ينبون فلوسك، ينبون يخدعونك، فما قدروا عليك. الشيطان انظر لي نفس النظرة، ينبي يخدعك بس تقدر عليه، إن كيد الشيطان كان ضعيفة. إذن ليس قويا إذا نظرت إليه أنه يزين القبيح. انتهت القصة في رسم العلاقة مع الشيطان. انجل النقطة الثانية من الحديث، نماذج من وسوسة الشيطان، من مكائد الشيطان. واحد، تخويف البشر من الفقر. لا تخمس، لا تزكي، لا تروح الحج، الله ما يرضى تحط فلوس هالقد في الحج. هذا نفس اللي يقول لي لا تروح الحج يبيني أروح إياه
المنطقة الفلانية والمنطقة الفلانية وتكاليفها مي قليلة، بس ميجي الحج الله ما يرضى، هذا الشيطان. يقول تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. إذن أول شيء على مستوى وضع المال فيما يرضي الله، شيطان يدخل على الخط يقول الصدقة تنقص، يقول الخمس ينقص، يقول أن تقدم لمجتمعك تنقص فلوسك لا تقدم. ثاني الفحشاء، يأمرنا بالفحشاء ويقول لك أنت شباب بتوب بعدين، يعدهم ويمنيهم يقول بعدين بتوب. فإذا الأمر الثاني الفحشاء، الأمر الثالث تخويف. ساعات الدين يمبيني، يمبي مني موقف أمر معروف نهي عن منكر، يمبي مني جهاد، يجي الشيطان يقول لا ترى خطرة الشغلة، أنت مو قدها ولا تسوي ولا تورط ولا. يقول تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه اللي والوه جبناء، لأنه ربطهم بمتاع الدنيا فيخافون أي ضرر يحرمهم من متاع الدنيا. فلا تخافوهم، لا تخافون أولياء الشيطان جبناء، وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن المورد الثالث تخويف عن البذل في سبيل الله، بذل النفس أو الموقف الذي يتطلب شجاعة. بعد الصد عن سبيل الله: ولأضلنهم عن طريق الله ولأمنينهم، يعطينا أمان بتوبة بشيء من هالقبيل، ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. مثال للضلال، عندنا في الجاهلية كانوا بعض الدواب السوائب والبحائر يشقون أذنها، يعني حرام أكلها، حرموا على كيفهم، شيطان يأمرهم. فالقرآن ضرب هالمثال: ولأمرنهم فليغيرن خلق الله، وفسرت بعدة تفسيرات يعني نماذج مصاديق، واحد منها الشذوذ الجنسي، لأن الخلقة تتطلب التزاوج بين المختلفين جنسا لا المتوافقين، هذا تغيير لخلق الله. والبعض قال: بل نظر القرآن في هذه الآية إلى كل الذنوب، لأن الدين دين الفطرة، فإذا خالفنا الدين خالفنا ما خلقنا له، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالتبديل في خلق الله أن تسير على خلاف دين الله. بعد الخمر والقمار، الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اللي يشرب خمر يعتدي، اللي قامر ياخذ فلوس واحد ثاني يولد عداوة. تقول الآية: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. اللي يسكر ما يصلي ساعات، هو في سكرة. اللي يعيش مع القمار يخلق عداوات. أنا تو طالع راتبي تغلبني في 5 دقائق، راتب شهر كله يروح في دقيقة، عداوة. بعد اللسان، اللسان هذا: وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. من ضمن ما نحصد الغيبة، من ضمن ما نحصد الشتيمة سباب، من ضمن ما نحصد أيضا الفحش. لهذا الله يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، مفردات جميلة يعبر، إن الشيطان ينزغ بينهم. كم من كلمة قتلت شخصية إنسان،
حتى روي أن اللسان أحد من السنان، يعني جرح اللسان أعمق في القلب من جرح السنان. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، فعداوته خليني أتلفظ كلمات تجاه الآخرين تجرحهم تؤذيهم، هذا الشيطان يأخذني إلى هذا. انتهينا من هذه النقطة بعض موارد وسوسة مصادق لفعله. الآن نجي إلى نقطة ثالثة هي بعض المصائد. يعني شنو؟ يعني في حالات معينة يعتبر الموقف فخ شيطاني مصيدة. الأمر الأول هو الشبع. الشبع ساعات مو مصيدة إلى المعصية، إلى ترك طاعات، لأن الشيطان ساعات ما يقدر على ولي يخليه يرتكب الحرام، لكن يخليه ما يصلي صلاة الليل، يقول لك كل اتزود على الطاعة وكل وكل، تالي يثقل ما يقدر يصلي. فالرواية إمامنا الصادق مروية عن أن قال له يحيى، أنا اقتطع الرواية، يحيى شاف الشيطان الأول، الشيطان يبرز للأنبياء يكون بين حوارات سجلتها بعض الروايات. فالآن يحيى شاف عند الشيطان معاليق، كان مصائد، قال له ما هذه المعاليق؟ فقال الشيطان هذه الشهوات التي أصيب بها ابن آدم أصطاده. فقال هل لي منها شيء؟ أنا نبي وأنت تقول شهوات، أنا يحيى سويت لي فد أعلق مصيدة فخ؟ فقال ربما شبعت فشغلناك عن الصلاة والذكر. بالحلال طبعا بيأكل نبي، بس إذا كثر ثقل على الطاعة والذكر. فقال نبي يحيى لله علي أن لا أملأ بطني من طعام أبدا. عرفنا المصيدة اللي سويتها لي خلاص باطل مفعولها، نبي نصير مثل الأنبياء، كل مصيدة القرآن يتكلم عنها نفشلها. هذا الآن لله علي قال نذر له، فوش الشيطان جاوب قال لله علي أن لا أنصح مسلما أبدا، خسرنا المصيدة، علمناك الخطة وفشلت. فإحنا نبي إذا نظرنا إلى مصيدة في الروايات أو الآيات رأسا نفشل أمام الشيطان. هذا المصيدة الأولى. المصيدة الثانية حب المال، وتحبون المال حبا جما. تقول لي أنت مو كأنك أخذت الزيد من ليلك، وش يعني بس أنا تعال شوف السوق كلها كذي، والآن يبرر، لكن مو السبب أن السوق السبب هو تعلق بالمال. الرواية عن إمامنا الصادق إن الشيطان يدير ابن آدم في كل شيء، فإذا أعياه ما قدر عليه جثم له عند المال فأخذ برقبته، نكس نكس. لهذا الناس يقول لك هذا يوسوس في الطهارة، يوسوس في كذا، تقول يوسوس في الأموال الحقوق المالية الآخرين، إذا يوسوس يقول ما عليه يعني تقوى من فتحة منا أما ياخذ مو إليه هذه معناه يطيع شيطان. فإذا الشيطان قد يكون بيت أبوه في السوق يصطيح اللي ما يطيح بعض الأحيان، طبعا مو الكل، لكن الرواية تريد تشير إلى أنها مصيدة. المطلوب ما هو المطلوب؟ المطلوب في كل علاقة عداوة أن تكون يقظا باتجاه عدوك. أنت الآن لو في المجلس واحد يترصد لك وانت تدري يترصد لك، تقعد تغفل عنه تسلم له جسمك ونفسك؟ لو تقعد تطالع على طول أي حركة تقوم، صح لو لا؟ المفروض هكذا العلاقة مع الشيطان، أنه علاقة عداوة، فأعيش حالة المراقبة وحالة اليقظة على أساس لا يؤثر الشيطان. يقول تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، جاء الشيطان جاء العدو، تذكروا فإذا هم مبصرون. وقلنا اللي يتوكل على الله في آية سابقة ما يقدر عليه الشيطان، لهذا الله أمرنا بالاستعاذة، نتعوذ بالله من الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله
فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذه الآية مباشرة عقبها إن الذين اتقوا إذا مسهم، يعني إذا مسهم يستعيذون بالله ويلجؤون إلى الله ويتوكلون على الله، والله حسبهم فلا يقدر الشيطان عليهم. بل القرآن يقول مو بس في وقت الوسوسة، وقت اللي بتطيع الله استعذ بالله من الشيطان، لأنه ما يقدر يشوفك تتعبد، اللي يجي يفسد عبادتك. فإذا قرأت القرآن، هي عبادة مو معصية، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. توكل. انجي الآن أمور تخلي الشيطان عاجز، هذه نقطة، الشيطان يبي يأثر فينا بس عاجز. خمسة أشخاص يخلون الشيطان ما يقدر عليهم. الرواية عن إمامنا الصادق قال إبليس لعنه الله: خمسة ليس لي فيهن حيلة، وسائر الناس في قبضتي. يلا تفضل سيدي قل لنا هالخمسة. أول واحد: من اعتصم بالله عن نية صادقة. ما ينزغنك من الشيطان ناس، فاستعد، الجأ إلى الله، اعتصم بالله، خلاص بنية صادقة ما يقدر عليك الشيطان، ما يصير تلجأ لله وهو اللي أمرك تلجأ إليه وتالي ما ينصرك على العدو، ما يصير. فإذا الله قال الجأ لي إذا جاك النزغ وأنا أحفظك أحميك أنا حسبك. هذا الأول. اثنين قال طبعا بعدنا في الأول: واتكل عليه في جميع أموره. الآية تقول شنو؟ تقول ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فتوكل على الله. بعدنا في الأول. انجل الثاني قال: ومن كثر تسبيحه في ليله ونهاره. التسبيح تنزيه الله، استشعار عظمة الله، واللي يستشعر عظمة الله ما ينقاد للشيطان، لأن الله القوي والشيطان ضعيف. ليش الله يأمرنا بالذكر الكثير؟ لأن الذكر الكثير تكون مع الله، حاضر أنت في محضر الله، وإذا كنا في محضر الله ما نعصي. تذكروا فإذا هم مبصرون، هكذا تقول الآية. فاللي يكثر تسبيح الشيطان ما أقدر عليه. ثالث قال: ومن رضي لأخيه المؤمن ما يرضاه لنفسه. متى الواحد يرضى لآخر بسبب كونه مؤمن؟ إلا إذا إيمانه يعلق بالآخرة لا بالدنيا، لأن الإيمان يخلي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إحنا غير نعصي للتهارش على الدنيا، لأن الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا. يوم اللي أنا أحب للمؤمن ما أحب لنفسي، معناه مو البوصلة الدنيا، وإلا لو الدنيا كان كما قال تعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ليش يسفكون؟ نفسي نفسي. إذن هذا رقم ثلاثة. رقم أربعة: ومن لم يجزع على المصيبة حين تصيبه. من هو اللي ما يجزع في القرآن؟ اللي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللي يؤمن بالرجوع وأن الله يعوضه على ما يأخذ في الدنيا الكثير فيرضى ويستبشر. هذا مو متعلق بالدنيا حتى الشيطان يقدر عليه، ما يخاف يفقد شيء. كل وش اللي يخوف؟ أفقد فلوسي مصيبة، مصيبة عندي عادي ما أحزن، أفقد زوجة، أفقد ولد، أفقد منصب، أفقد أي شيء، هاي كل تعلقات دنيا. فاللي المصيبة ما تأثر فيه يعني ما في تعلقات دنيا، والشيطان إنما هو يخدعنا بمتع الدنيا، فإذا الدنيا مطلقة ما يقدر يسوي شيء. انجيل الأخير: ومن رضي بما قسم الله له ولم يهتم لرزقه. يقول أنا الله مدبر أمري، أنا راضي بالله واللي قدر الله، إيمان قوي يؤمن بحكمة الله، فاللي يؤمن بحكمة الله بعد ما يعترض. أختم بمسألتين. المسألة الأولى ترتبط: متى يموت الشيطان؟ وهو الله طلب منا تأجيل إلى يوم يبعثون. الله ما قال نعم لك ذلك، قال إلى يوم الوقت المعلوم.
في الروايات، هذه رواية عن إمامنا السجاد، يقول إسحاق بن عمار: سألته عن إنذار الله تعالى إبليس وقتا معلوما ذكره في كتابه، فقال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال اليوم، قال: الوقت المعلوم يوم قيام القائم، يوم قيام القائم، فإذا بعثه الله، بعث الإمام المهدي، كان في مسجد الكوفة، وجاء إبليس حتى يجثو على ركبتيه فيقول: يا ويلاه من هذا اليوم، فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه، فذلك يوم الوقت المعلوم منتهى أجل الشيطان. هسه النقطة الأخيرة، نهاية القصة، القصة لها نهاية، نهايتنا في القيامة. السؤال: إذا راح الشيطان إلى النار وأخذ معه أولياءه اللي قال عنهم القرآن حزبه، أولياءه أصحاب السعير، وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعان، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. جاء الشيطان على الخط، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أنا مو إله، طاوعتوني، أنتم غلطانين. وفي بعضهم يقول: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. مو بس شياطين الجان يخذلون، حتى شياطين الإنس. وإلا عبيد الله بن زياد وعد ومنع عمر بن سعد بملك الرأي، وهذا الرجل مو مغفل، الحسين اجتمع معه وقال لي: انت ما بتنال من بره شيء، انا بعطيك، شنو تريد؟ اخاف على ولدي، اخاف على ضيعتي، اخاف على كذا. والحسين الصادق، وهو يعلم ان الحسين صادق، هذا سيد شباب الجنة، ومع ذلك استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله، وقام بما قام به من جريمة تكاد السماء أن تنفطر منها، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا. وفي المقابل هناك 72، هؤلاء الشيطان يائس منهم، ما حد يفكر في النجاة، يفكرون في البشارة بالشهادة. وقفوا ليلة العاشر، والواحد بعد الآخر يبرز ما يتمنى أن يقوم به من بطولات في اليوم العاشر، والحسين عليه السلام إمامهم ويرخصهم، ومع ذلك نحن نخليك أكلتني السباع حيا. وجاء يوم العاشر، وجاء وقت التحدي، إلى أن جاء وقت ذلك النداء: أين أنصارك يا حسين؟ كأني بإمامنا التفت يمينا يبحث عن ناصر، وإذا به يرى نساء ثاكلات ينادين: ومصيبتا،
كأني بمولاي التفت شمالا رأى أطفال يتامى ينادون العطش العطش. هنا الشعراء يرسمون مشهدا بلسان الحال أن مولانا الحسين أقبل إلى حيث مصارع أحبته وقف على جنائزهم يناديهم بأسمائهم: حبيبي حبيب زهير برير، ما لي أناديكم فلا تجيبون، أدعوكم فلا تسمعون، أنيام أنتم أرجوكم تنتبهون. ضل يناديهم: يا فرساني تخلوني وحيد، شو السبب عفتم خيمكم ونمتوا على الصعيد؟ لا ولد لي بقى يحمي حريمي ولا عضيد. بن سعد بعدي يسير هالحراير نيت. وعاد ريحانة المختار. نسألك اللهم وندعوك بالحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، نسألك اللهم بهم أن تعجل لولي أمرنا الفرج، تجعلنا من أنصاره في غيبته وظهوره. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، أيد اللهم وسدد علماءنا العاملين، نفس اللهم عن المكروبين، اللهم أغني كل فقير، اللهم خذ بأيدينا إلى رضاك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح الموتى من الفقهاء والعلماء والخطباء والشهداء ومن مات على الإيمان وموتى الحاضرين والمؤسسين، للجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات.